عندنا اثنين لعيبة هنا في مصر، هنا مع اثنين ساقطات للأسف. أمير بلغني قلت له بلغ كارتيرون ما ينفوش كورة، ده رأيي أنا دايما أقول رأيي هو حر ما يلمسوش كورة. وسام شيكابالا اللي يعرف شيكابالا يقول لكم مين هم الاثنين لعيبه واللعيبه المحترمه خدها الجنب، قال لك لا دول لا كارتيرون لعب. عايزين تكسبوا ازاي؟ بالنجاسه دي، بالوساخه دي، بالقذاره دي، وفي الاخر رايحين تقلوا ادبكم على الجمهور. لما ممدوح عباس بصدع رجله ياخد الفريق كله عنده عشان يدي كل عيل 100,000 جنيه. واللي اسمه بيبو ده بعتهم له وده ياخد 200,000 وده ياخد 100، مش عايزين فريق ينقسم ثلاثه. ايه اللي وداه؟ وبعد ما راحوا قال لك الفريق ده فيه خونه. ممدوح عباس بيتكلم عن فريق الزمالك العظيم اللي فيه خونه. عايزين فريق ده يكسب ياخد بطوله؟ ازاي؟ قولوا لي ازاي؟